نشكروا برنامج المثمر اللي وضح لنا وهضرنا على طريقه السقي اللي كنا كنتجاهلوها بزاف. هذه كنا كنحسبنا يعني الشجره غير تخلطوا تسقيها، ولكن هي الشجره كتبغي، كاين فترات اللي كتبغي الماء بزاف، كاين فترات اللي ما كتبغيش الماء بزاف. حنا ما كناش عارفينها، دابا الحمد لله استفدنا مزيان. دابا غادي نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الشجره من ناحيه الماء، وكما استفدنا عاوتاني في الورشات الاخرين الاولى بالنسبه للتسميد والحوايج الاخرين، دابا جا الدور هذا في صراحه هذه التقنيه هذه اللي دخلوها جديده هذه ديال السقي راه نفعتنا مزيان.